السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أنتم طلاب الصف الرابع؟ عسى أن تكونوا بخير دائما، لقد اشتقت إليكم كثيرا. اليوم يا رابع راح نأخذ درس جديد وهو الصيام. طبعا هناك الصيام نوعين، صيام مسنون وصيام واجب. الصيام المسنون إيش يعني صيام مسنون؟ هل أنا لما أشوف ماما أو بابا أو تيتا أو معلمتي مثلا صايمين يوم الاثنين أو الخميس، هذا بنسميه صيام مسنون، إنه هو تقرب إلى الله تعالى أو قضاء، أو مثلا حدا بيكون مفطر برمضان بصوم هذا الصيام بيكون اسمه مسنون، هو سنة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الصيام الواجب اللي إحنا اليوم درسنا، إنه لازم تعرفوا يا رابع إنه في هناك شهر يأتي من ضمن الأشهر القمرية يسمى شهر رمضان، طبعا هو واجب على كل مسلمة مسلمة بالغ عاقل أن يصوم هذا الشهر. طبعا نسأل الله العظيم أن يبلغنا صوم شهر رمضان ونحن بصحة جيدة وعودتنا إلى المدارس. خلينا نشوف هاي الأغنية يا رابع ونرجع نكمل الدرس. أهلا وسهلا يا رمضان، شهر التوبة والغفران، مرحبا بك رمضان رمضان، شهر الذكر والإحسان. أهلا وسهلا يا رمضان، شهر الصدقة والإكرام، مرحبا بك رمضان رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أصوم نهارا وأذكر ربي، أتلو القرآن ليشفي قلبي، أقوم ليلا حتى الفجر، أشكر الله، أصلي وأدعي، وأدعو الله أن يغفر لي، وأدعو أن يتقبل عملي، وأدعو ربي أن يدخلني جنة الخلد أنا وأحبابي. أهلا وسهلا يا رمضان، شهر التوبة والغفران، مرحبا بك رمضان رمضان، شهر الذكر والإحسان. طبعا يا رابع بدنا نعرف شو معنى الصيام. هو امتناع المسلم عن المفطرات من الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني أنا ما بصير لا أكل ولا أشرب من طلوع الفجر، من لما يأذن أذان الفجر، مش من طلوع الشمس، من طلوع الفجر يعني أذان الفجر إلى غروب الشمس. بهاي الفترة أنا ما بصير لا أكل ولا أشرب، بس أسمع أذان المغرب بصير أكل. طبعا بدنا نذكر فضائل الصيام وفوائده، لماذا رب العالمين فرض علينا الصيام. أول إشي، واحد، إذا صام المسلم فإنه ينال الأجر والثواب عند الله تعالى ويغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اثنين، للصائمين باب يدخلون منه، طبعا الجنة يوم القيامة في إلها أبواب كثيرة، في إلها باب للشهداء، باب للمستغفرين، باب للذاكرين الله كثيرة. بس إحنا اللي بصوم إله باب يسمى الريان، تدخلون منه، للصائمين يدخلون من هذا الباب يسمى الريان، وإن شاء الله يا رابع كلكم من تكونوا من أصحاب الذين يدخلون هذا الباب. ثلاثة، يشعر المسلم بالفقراء والمحتاجين ويعطف عليهم، طبعا هنا بيستشعر نعمة الطعام اللي هو كان هي بين ايديه دائما، فهو لما صار يصوم صار يحس انه الطعام مش متواجد عنده، فهذا بيعمل له شعور بالعطف على الفقراء والمحتاجين. أربعة، يتعلم المسلم الصبر، طبعا هو قادر على العطش، قادر على الجوع، فهنا بعلمه انه الصبر بأمور حياته الثانية. خمسة، يعتاد النظام في أمور حياته كلها، طبعا ينظم المسلمين وقت السحور مثلا، وقت الإفطار، يضع المسلم جدول لأداء العبادات لينظم أمور حياته للمستقبل. ثانيا، من أداب الصيام وسننه، طبعا لا يكون الصيام فقط عن الطعام والشراب، في هناك مجموعة من السنن الصيام يجب أن يتحلى فيها المسلم لكي يحافظ على صومه ويضاعف أجره. ومنها، واحد، الحرص على تناول السحور، طبعا في السحور بركة، طبعا هي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا هي تساعد على تحمل مشاق الصيام، خصوصا لما يكون في ساعات طويلة، انه انت بس تتسحر بتساعدك على تحمل مشاق الصيام. اثنين، حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة، طبعا هو اصلا احنا بحياتنا العادية مش بالصيام ما بصير لا نغتاب ولا ننم على حدا، فكيف بالصيام؟ لازم نحفظ لساننا عن الغيبة والنميمة.
3 استثمار الوقت بالأعمال الصالحة. طبعا أنا بإمكاني أقرأ قرآن، أسبح، أستغفر. أنت كطالب بإمكانك أنك تحل واجباتك المدرسية إن شاء الله، بس نرجع على المدرسة برمضان إن شاء الله، تحل واجباتك المدرسية، بتعمل أعمال مثلا بتساعد ماما، بتساعد بابا، بتروح على المسجد، بتقرأ قرآن، هاي بتقربك إلى الله تعالى. 4 تجنب الغضب والتحلي بالأخلاق الحسنة. طبعا هون الصيام بيعلمنا على تهذيب النفس، وإنه إحنا نكون هاديين، نتحلى بأخلاق الإسلام. عدم الإسراف في الأكل والشرب، طبعا الاعتدال، طبعا إحنا ديننا دين الوسطيات، دايما الاعتدال أحسن إشي. هون في معلومة إثرائية، طبعا ربنا هو رب العباد، هو الرحيم بعباده، هو شرع الصيام، بس هناك في مثلا أباح للمريض والمسافر الإفطار في شهر رمضان لمعايير معينة عندهم، وبعدين بقضوها بعد انقضاء الشهر. وصلنا لآخر الدرس يا رابع، هيختبر معلوماتي. هنا في 4 أسئلة، يا ريت تحلوها لوحدكم وترسلوها على الواتساب، وإن شاء الله بنشوفكم على خير.